لا زال أهالي 96 قرية في محافظة الخوبة بمنطقة جازان يواصلون اعتصامهم مطالبين بالعودة إلى قراهم التي نزحوا عنها قصرا إبان المواجهة ما بين القوات السعودية والحوثيين. ناشد خادم الحرمين الشريفين برجوعنا لأرضنا الزراعية ولقرانا. لا مطلب غير هذا المطلب. بدنا ناشد خادم الحرمين الشريفين أنه يرجعنا إلى أراضينا الزراعية وقرانا السكنية. أكثر من كذا ما نبغى. والله ثم الملك ثم الوطن، وهذا جزء من وطننا. الأهالي الذين قادهم حنينهم للأرض بدأوا اعتصاما مفتوحا مع إطلالة أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك. ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها قبل نحو 4 سنوات لا زال هؤلاء النازحون يعيشون في القرى والمدن على امتداد منطقة جازان بعد أن نأت بهم الظروف عن منازلهم وأراضيهم. طلبنا الحقيقة الحين الذي عودتنا إلى بيوتنا وأراضينا فقط لا غير، ولا عم نساوم عليها دي أو نمثل في هذا المكان. ورغم أن الحكومة تقدم لهم معونات شهرية إلا أنها لا تكاد تكفي لسداد إيجارات البيوت التي انتقلوا إليها. الأهالي الذين ظنوا أن خروجهم من ديارهم سيكون مؤقتا لا زالوا يأملون أن تحل مشكلتهم ويعودوا لديارهم التي حنوا إليها كثيرا. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة.